in 1 minute. ميزانية ختامية. تنقسم الميزانية الختامية إلى طرفان: طرف الأصول وطبيعتها مدينة، وطرف ثاني الخصوم وطبيعتها دائنة. تكون الأصول من الأصول الثابتة والأصول المتداولة والأصول المتداولة الأخرى، وتتكون الخصوم من حقوق الملكية، التزامات طويلة الأجل، التزامات متداولة والتزامات متداولة أخرى. تنقسم الأصول الثابتة إلى أصول ملموسة وأصول غير ملموسة. أصول ملموسة هي عقارات، أثاث، سيارات، مباني، أراضي إلى آخره، كل شيء أصول بشتريه لأستخدمه. أصول غير ملموسة هي شرط المحل، علامة تجارية، حق الامتياز، وبراءة الاختراع. أصول متداولة هي الصندوق والمصرف، المخزون السلعي، أوراق القبض، مدينون أو زبائن، والأوراق المالية اللي هي الأسهم والمستندات. أصول متداولة الأخرى هي مصاريف مدفوعة مقدما وإيرادات مستحقات القبض. حقوق الملكية هي رأس المال ناقص المسحوبات الشخصية زائد صافي ربح أو ناقص خسارة زائد إضافات على رأس المال أو تخفيضات، يساوي صافي حقوق الملكية أو رأس المال آخر المدة. مسحوبات شخصية طبيعتها مدينة ولكنها تظهر بالجانب الدائن بإشارة سالبة، مثل مباين في الشكل. نقلنا من الطرف المدين الطرف الدائن، غيرنا إشارتها من الموجب للسالب. نقلنا على الطرف الدائن لأن تخفيضات من رأس المال. التزامات طويلة الأجل هي قروض طويلة الأجل وسندات طويلة الأجل. التزامات متداولة هي أوراق الدفع، دائنون أو موردون، وقروض قصيرة الأجل. التزامات متداولة أخرى هي مصاريف مستحقة الدفع وإيرادات مقبوضة مقدما. ميزانية متوازنة أي نجمع الأصول ونجمع الخصوم لازم يتساووا. إذا نستنتج معادلة الميزانية الختامية: طرف المدين يساوي الطرف الدائن، أي الأصول يساوي الخصوم، أي الأصول يساوي حقوق الملكية زائد الالتزامات. لازم نحفظ الميزانية، ترتيبها، طبيعة كل عنصر فيها إن كان مدين أو دائن. الدرس الجاي حنتعلم نعمل القيود اليومية. بالتوفيق.